على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم اجمعين. يا جماعه كل شهد في دول السماء الصلاه على سيدنا النبي كده هرجع انا بس اطلع كده روح هنا البيور يا جماعه الاصل اهوت زي ما انتم شايفين. صلى على الحبيب ونشتان الماني رجع كده عشان حضره النبي. يا جماعه اللي شاهد الفيديو ده وما صليش فيه على سيدنا النبي يبقى راجل مؤاخذه ما عندوش اخلاص. اللي صلى على حبيبك النبي احنا هنا بنعرض البيور. بيور ما نقولش خليت عليها يا جماعه النهارده بيور. هو شو شايف سكت عليك ترى هرجع انا حط حبل ايدي فيك يا معلم حط لبس لها حبل بس حط لها حبل كده هرجع انا بس صلى على سيدنا النبي دبابه صلى على الحبيب. انا بس على حضره النبي النهارده يا جماعه ما انا عرض من العيار الثقيل زي ما انتم شايفين عدة كسرة أربع سنات يا جماعة تاني موسم لبس حبل ولا عجة لبس الحبل في وشها كده مرها والمعلم حسن الحاج يعرض السعر نفسه بس قبل ما يعرض السعر يا جماعة صلوا على سيدنا النبي وانفرجتوا عليها الأول قبل ما يعرض السعر ودي هيك بسعرها للآخر خالص عشان كل واحد يعمل معانا لايك ما تقولش على السعر في الآخر عشان الناس تعمل لايكات معانا كده وصل على سيدنا النبي أنا التعليم. عايز لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم من عندي كل جديد واللي بيحب سيدنا النبي يصلي عليه كده وعايز اسمع لايك واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد هنا وسنا القريه عرب ابو ذكري منوفيه المزرعه بجوار مسجد ابراهيم معروف على الرشاح رقم التليفون بتاع الحاج حسن 010 22 84 72 46 حلها لا ولا اصبر خلال الاخر يا عم حسن طول بك دردش عشان خلال الاخر عشان الناس تصلي تكون اول بيمة في العرض حاضر عيد سيدنا النبي ما تحرقش ده بص ما تحرقش العرض يعني خلال الاخر حبيب. طب حل يا عم حل يا عم انا بقول اصبر للاخر يعني عشان ايه صلى على الحبيب دي لازم اول قنبله تنضرب في العرض تمام علشان الناس كلها تديني لايك واشتراك عشان خاطر ربنا يا اخي ادينا لايك واشتراك علشان كل الفيديو ده يلف العالم كله تمام يا ريس طب ما تصلي على سيدنا النبي يا جماعه حل يا عم حسن معلم حسن يا جماعه بجهز قنبله اهو مجهز قنبله اسحب يابا كده كسر كل السوق كسر اربع سنات يا جماعه عده تاني موسم صلى على الحبيب صلي اصلي بيور هولشتاين صلى على الحبيب صلي اسحب يا معلم كده اسحب يا عم ده كده هنا يا جماعه هولشتاين الماني اصلي بس لسه اول مره تلبس الخدمه في وشها انا مش عارف الحبل يا جماعه هنا الهولشتاين الالماني اللي عمره ما رجع تاني اللي عنده من ده كذاب الفتحه هنا مرترين الفتحه من ورا كام مترين بالصلاه على النبي صلوا على سيدنا النبي يا جماعه ابو عمر ابو الحاج هنا والحاج حسن ابو الحاج ملك الطيب والثمن عند الحاج حسن والعشره سبعه يا جماعه العشره سبعه زي ما انتم شايفين الشرشور كده ابو 50 كلها بندا ان شاء الله باذن الله ثاني موسم كسر اربع سنوات يا معلم اللي فاتنا الثاني يا معلم الهداوه والبز والحلاوه العشره سبعه انضاف وطالعه سبعه انضاف وطالعه يا معلم الثاني متجفه مجففه بس نار يا صاحبي واليوم ب 10000 لو طلعت اقصى يوم بقى وبيحب سيدنا النبي الصلاة على حضرة النبي عايز يعرف المعلم حسن ابو الحاج يديله لايك واشتراك عشان اضرب قنبله دلوقتي تشاهد العالم كله اسحب يا معلم بكره بركه يا معلم اشتراك ولايك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد وقول انا عايز اقول للناس عم حسن كل اللي بيشاهدونا دلوقتي يعمل مشاركه على سوق بلدنا عشان بعد كده على سوق بلدنا على اليوتيوب بعد كده يجب معانا البث المباشر يا جماعه على اليوتيوب على سوق بلدنا صلى على حضرة النبي بعد كده يا جماعه البث المباشر يجب على اليوتيوب مع ابو عمر ابو الحاج والاستاذ عادل الصبي اللي يفتح مزرعه يجي معانا بس بالصلاه واللي عايز يفتح مزرعه باذن الله دي والله يقسم لكم بالله دي عندي احسن من 10 واحنا بنصور دلوقتي دي احسن من 10 10 لو دلوقتي بنصور بالليل اللي زي دي يا عم حسن بما زاد احسن من كام عجله احسن من 10 دي تفتح مزرعه يا باشا دي الوحده تفتح باذن الله مزرعه اقسم بالله دي بترضع ست بهاي اقسم بالله حبيبي سيدنا النبي صلى الله عليه انا الشرشوه يا جماعه العشر سبعه زي ما احنا قلنا العشره سبعه وعايزين برضه نفتح البيز نفتح لكم بس حرام تفتح البيز صلى على الحبيب يا ابو عمر حبيبي سيدنا النبي اللي بيحب سيدنا النبي عشان اقول الثمن عايز لايك واشتراك عايزين لايكات يا جماعه كده ادونا لايكات يا جماعه عايزين لايكات ومش خساره النهارده فينا باقه ولا باقتين بس عايزين لايكات عايزين لايكات كده وصلوا على سيدنا النبي عايزين لايكات عايزين لايك اسحب كده بس اسحب اسحب اطلع تعال تعال كده تعال لا مش هنطلع ورا النت بيفصل النت بيفصل انا جوه والله لو حد شاف بلا تقول اطلع شويه نشوف النت بيفصل جوه يا معلم
صلي على الحبيب خش تطلع سمعونا الصلاة على سيدنا النبي يا جماعة كده يا عم حسن يا عم أنا عايز تخش على الثمن بمارد الله ورسوله بمارد الله عازب يا ابني تعال يا عم حسن دي صلي على النبي اللي زي دي الناس بتعرضها الأصلي البيور الألماني كله بيعرض ب 48 احنا ما عندناش الكلام ده احنا عندنا ليرد الله عندنا عش سبع انضاف وماشيه في الثمن بقى لها 15 يوم عش سبع انضاف وماشيه في الثمن بقى لها 15 يوم وعلى الصنار بي سبعة تمام وبقى النهارده مش هقول 45000 ولا 46000 زي الناس الثانيه بيننا وبين الناس ربنا بنقول العجله دي احنا بنعرضها ب 38250 ابو عمر حبيب سيدنا النبي صلى الله عليه واللي ياخد العجله دي بالذات انا هشيل معاه نص بوصلتها نص لو رايح السواج رايح الصعيد رايح بس لو غابت عندي يوم اتنين بحسابه يومها بكام يومها ب50 تمام يا ريس بعد ما تصلي على حضرة النبي فالعجلة دي انا بعرضها كسر اربعة هولشتاين الماني ب 38250 ما بقولش ب 45000 ولا ب 48 يعني هي ربنا يبارك فيها بعد ما تولد باذنك يا رب ب 52000 الصلاة على حضرتك يعني الله. الشهرين اللي اكلهم ربنا يرضي فيه احنا عايزين ناكل عيش والناس اللي تاخد منها تاكل عيش واللي فاطنا واللي فاطنا تاني موسم ده التاني كسر اربع سنات يا ابو عمر تمام تعالى عند العيد تاني يا ابو عمر تعالى يا ريس اسحب كده يا معلم صلى على حبيبي كده سمعونا الصلاة على سيدنا النبي يا جماعة شوف الريح هنا الريح فدان والفتحة هنا من ورا مترين حياة النبي عايز العجة أحسن من 10 العجة أحسن من 10 يعني تفتح مزرعة بعجة أبرك من 10 إن شاء الله عمر إحنا قبل ما نتكلم في أي كلام صلى على حبيبك النبي العنوان أنا أبو عمر واسمي منوفية القرية قرية عرب أبو زكي المعلم حسن أبو الحاج المزرعة بجوار مسجد إبراهيم معروف على الرشاح رقم التليفون واحدة واحدة اسمعوني عشان كل ولاية ما سمعناش الرقم ده في اول الفيديو عشان كله يعرف رقم التليفون 010 22 84 72 46 كله عايز يصلي على الحبيب النبي ويديني لايك واشتراك انا لازم يا ابو عمر اكسر كل حاجه لله اسحب يا ابني كده لازم بامر الله دبابه صلي على سيدنا النبي طن شوف الفتحة عندك حبيب سيدنا النبي يا جماعة الفتحة لها مترين الفتحة مترين والعجة أحسن من 10 دبابة وصلى على حضرة العجة هنا أحسن من 10 المستورد هنا يا جماعة شوف النهاردة شوف الفتحة والنظام كله بمرد الله شوف الناس ازاي أبو عمر كده والأربع حلقات عندك سيدنا النبي صلى الله عليه سيدنا النبي صلى الله عليه شوف الفتحة والنظام والعرض افتح كده يا معلم اسحب كده يا معلم صلى على الحبيب الريح فدانة يا جماعة زي ما أنتم شايفين والميزان 600 يا أبو عمر صلى على سيدنا النبي الميزان 600 ابو عمر عجله يا جماعه اهي زي ما انتم شايفين صح حضرتك النبي تعالى كده يا معلم تعالى كده يا معلم اسحب كده بص يا جماعه زي ما انتم شايفين هنا الظهر تفرش قدام عليه الظهر هنا من فوق تفرش قدام على الظهر هنا صلى على الحبيب اهو شوف العرض ده عامل ازاي العرض اهو بعرضها بكام العرض ده العجله اهو العرض اهو العرض متر 38250 38000 45 وقال لي ديني انا بديك عجله ترضي الله عجله بنت استراد ربنا يبارك فيها هي عجله استراد ومولوده في مصر هنا الله يرضى عليك ومولوده هنا تمام ربنا يبارك فيها تفرش على الظهر هنا وتنام عليه الفتحه هنا فتحه عربيه دبابه صلى على سيدنا النبي حضره النبي اسحب كده يا معلم يا جماعه العجله دي احنا بنقول النهارده جايه في بطن امها من بره دي جايه في بطن الامها من بره يعني ومولود عندنا في مصر هنا وجايه في بطن الامه من بره والحاجه هنا معروفه وباينه قدام عينيكم ومش عايزه كلام المال هنا بتكلم عن نفسه بصوا يا جماعه الحاجه هنا بتتكلم عن نفسها صلى على الحبيب وده اول تليفون جاك على العجله ده يا عم حسن اول تليفون جاك على العجله ده خلي بالك العجله دي اول تليفون جاك عليها والله انا شيل معاه نص المواصلات تمام يا ريس يعني رد على التليفون رد على التليفون اهو الصلاه على حضره النبي الو سمعونا الصلاه على سيدنا النبي يا جماعه زي ما انتم شايفين العجله جايه في بطن الامه من بره العرض والصنف والحلاوه ارفع تحت السلك تمام يا باشا لا موجوده اللي هي ام 38250 موجوده يا سعاده الناس انت منين انا من منوفيه انت منين انا منوفي زيك برضو منين منوفي زيك فين حته انا من قريه عرب ابو زكري ابو زكري انت منين انت من سراج؟ محمد مسعد ما انا من سراج برضو معاك قريبك عند برنس سليمان معلم برنس سليمان لو رحت